آخر وتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة كتابية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرف فيها عن تقدير مصر موقف السنغال الداعم لمرشحة إفريقيا الوزيرة مشيرة خطاب في منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وذكرت الخارجية أن الرئيس السنغالي ونائب وزير الخارجية المصري بحثا خلال اللقاء مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والتنسيق بين الدولتين في إطار عضويتهم في مجلس الأمن ودورهم الفاعل في الاتحاد الإفريقي ونيباد.